بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس الانترنت اوف ثينكس، هنتعرف فيه على كيفية توصيل LCD مع بوردة النود MCU. زي ما احنا عارفين ان احنا عشان نوصل LCD مع مايكرو كنترولر بنحتاج لمجموعة من الاطراف يتم توصيلها، في الغالب بتكون حوالي 7 اطراف. وزي ما انت شايف هنا ان عدد الاطراف اللي بتقدر تتعامل معها مع النود MCU عددها قليل. فالحل ان انا استخدم بروتوكول بشغل عليه ال LCD مع النود MCU. البروتوكول اللي احنا هنستخدمه هو ال I2C. الغرض من استخدام البروتوكول هو ان انا اقلل عدد الاطراف الاتصال ما بين البوردة وال LCD. عشان كده هنستخدم الموديول اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده بيقوم بعملية التحويل ما بين ال LCD وبوردة النود MCU، بحيث ان ال LCD يشتغل من خلال بروتوكول ال I2C. احنا كنا شرحنا في فيديو سابق ان النود MCU بتدعم بروتوكول ال I2C من خلال 2 بن D1 و D2. D1 كان بيقوم بعمل السيريال كلوك، وال D2 كان بيقوم بعمل السيريال داتا. عشان كده الموديول اللي احنا هنركبه هيتم توصيله مع النود MCU من خلال البنين دول D1 و D2. الموديول ده هتلاقيه متوفر على موقع علي اكسبريس، بتخش حضرتك في السيرش وتكتب I2C LCD، فيظهر لك النتائج زي ما موضح عندك في الصورة اللي قدامنا دي. ممكن تلاقي الموديول بيتباع لوحده منفرد او بيكون ملحوم مع LCD. فلو حضرتك عندك LCD بالفعل فانت ممكن تشتري الموديول فقط، ولو ما عندكش LCD ممكن تشتري الموديول مع ال LCD. ولو حضرتك متواجد في مصر فهتلاقي الموديول متوفر في المحلات بتاعة الالكترونيات زي محل رام، وهتلاقيه موجود كمان على موقع TD Egypt. هلاقي الموديول خارج منه 4 اطراف او 4 بن. البن الاولاني من فوق ده الجراوند، ده بتوصل بالارض بتاع الدايرة. بن التاني ده بتحط عليه جهد التغذية بتاع الموديول واللي هنشغل منه شاشة ال LCD. الجهد ده بيبقى 5 فولت. البن ده بتوصل مع السيريال داتا اللي موجود عندك على بوردة النود MCU، والبن الأخير ده بتوصل على السيريال كلوك اللي موجود برضو عندك على النود MCU. هتلاقي فيه هنا 16 بن، دول بتوصلوا مع البنات بتاعة ال LCD. دي مقاومة متغيرة، الغرض منها ضبط الكونتراست أو حدة الإضاءة بتاعة الشاشة. في ملحوظة خلي بالك منها، ممكن تكون موصل الدايرة بطريقة سليمة وكاتب الكود صح، لكن مفيش حاجة بتظهر عندك على الشاشة. ده نتيجة إنك عاوز تظبط المقاومة المتغيرة. ففي الحالة دي بقوم بعمل عملية ضبط للمقاومة. خلي بركب مفك وابدأ ألف المقاومة في أحد الاتجاهات لغاية ما الكلام اللي أنا كنت بعته على الشاشة يظهر قدامي، لأن المقاومة ديت لو جيت لفتها في أحد الاتجاهات ممكن الكلام اللي موجود على الشاشة يختفي. ده الـ IC المسؤول عن توصيل الداتا اللي جاية من نود MCU من خلال بروتوكول الـ I2C إلى الـ LCD. دالت بيتم إضاءته لما وصل جهد التغذية على الموديول. ده الجامبر المسؤول عن إضاءة خلفية الشاشة. لو أنا شلت الجامبر ده الخلفية بتاعت الشاشة هتطفي. لما بحط الجامبر يبقى الخلفية بتبقى مضيئة، عشان كده احنا هنسيب الجامبر مكانه. عشان بروتوكول I2C ممكن يشتغل مع أكتر من جهاز في نفس الوقت، فكل جهاز بيبقى ليه أدرس أو عنوان. وزي ما انت شايف كده على البوردة في 3 أماكن مكتوب عليهم Select I2C Address، A0 A1 A2. الـ3 أماكن دول هما اللي بيحددوا العنوان بتاع الموديول، لأن في الكود اللي أنا هكتبه عشان أتخاطب مع الشاشة من خلال الموديول ده لازم أحدد عنوان الموديول اللي أنا هبعت له الداتا أو الأوامر. يبقى من خلال الـ3 أماكن دول هقدر أحدد العنوان بتاع الموديول. أنا عندي على الموديول 3 أماكن، كل مكان
في احتمالين، يا إما أوصل النقطة دي بالنقطة دي في كل مكان، يا إما أسيبهم في حالة عدم توصيل. يبقى أنا دلوقتي عندي 8 احتمالات، كل مكان احتمالين وهم 3 أماكن، يبقى 2 أس 3 يديني 8 احتمالات، يعني ممكن أحصل على 8 عناوين. لو جينا بصينا على أي مكان هنا مثلا وليكن الـ A0، لو أنا لحمت النقطة دي مع النقطة ديت يبقى كده مركب جامبر، ولو ملحمتش يبقى كده النقطتين دول open زي ما موجود عندي هنا في الجدول، في عندي open وفي عندي جامبر. هو الجدول دوت جايب 4 أعمدة، العمود الأولاني دوت الـ A0 بيوضح الحالة بتاعته، هل هو open ولا عليه جامبر؟ الـ A1 نفس الوضع، هل هو open يعني انت سايب النقطتين دول من غير توصيل ولا عليهم جامبر موصلهم مع بعض؟ والـ A2 نفس الحكاية. فكل احتمال من الاحتمالات دي هيبقى فيه عنده أو هيحدد لك أدرس تقدر تتكلم بيه مع الموديول من خلال الكود. فلو التلاتة مفتوحين يعني A0 open، A1 open، A2 open، يبقى الأدرس اللي انت هتتكلم بيه من خلال الكود مع الموديول هو 27، طبعا ده بالهكسا ديسيمال. في حالة انك عملت شورت سيركت او لحمت اي واحد من دول هتبدأ تدور عليه في الجدول ويديك الادرس بتاعه. يعني مثلا لو انا جيت لحمت او عملت شورت سيركت على الاي زيرو والباقي مفتوح، يبقى اجي ادور على الشورت سيركت بتاع الاي واحد اللي هو في عندك هنا جامبر، اي زيرو اوبن، اي اتنين اوبن، يبقى الادرس بتاعه 25. طيب لو كنت مخلي الاي زيرو من غير توصيل والاي واحد من غير توصيل وعامل شورت سيركت على الاي اتنين، يبقى اقول له ادور على الاي زيرو اوبن، اي واحد اوبن، اي اتنين جامبر، يبقى الادرس اللي انا هتكلم بيه مع ال LCD من خلال الموديول هو 23 بالهكساديسمال. ده الكلام اللي كان موجود في الداتا شيت بتاعت الموديول. بس للأسف أنا لما جيت أشتغل بالطريقة ديت اتلاقيت الأدرس مش مظبوط، الأدرس غير سليم. يعني لما جيت أوصل الدايرة ما كنتش عامل شورت سيركت على أي واحد من التلاتة دول، يعني كلهم open. فالمفروض إن العنوان يبقى 27 بالهكساديسم. فكان ما بيحصلش عندي عملية اتصال ما بين البوردة بتاعت النود MCU وما بين الموديول. فالحل ايه؟ الحل اللي احنا هنستخدم كود هنكتبه على بوردة النود MCU يعرف يجيب العنوان بتاع البوردة ويعرضه لي على شاشة السيريال. في الحالة دي اخد انا العنوان وابدأ اشتغل بيه في الاكواد اللي انا هكتبها بعد كده. الكود اللي من خلاله نقدر نعرف العنوان بتاع الموديول ده انا لقيته موجود على الانترنت وهتلاقيه محطوط عندك في الكورس. لما بتيجي تعمل داونلود للكود على بوردة النود MCU وبتنفذ الكود وتفتح شاشة السيريال هيظهر عندك الرسائل دي، هيقول لك I2C scanner scanning، هو دلوقتي بيبدأ يعمل بحث على أي حاجة أنت مركبها مع الموديول بتشتغل ببروتوكول I2C. فأقول لك found address، اتلقى العنوان ده 63، ده كقيمة عشرية أو ديسيمال، وتلاتة F بالهكسا ديسيمال. بعد كده هو خلاص وقال لك done، ما عادش لاقي أجهزة تانية، هو كان في شال أجهزة واحد اللي هو الموديول اللي احنا كنا مركبينه، وقال لك عدد الأجهزة اللي تم اكتشافها found one device. يبقى أنا كل اللي هيهمني هو العنوان اللي هو 3F. احنا قلنا ان احنا هنوصل البنات اللي موجودة عندك على النود MCU مع البنات اللي موجودة عندنا على الموديول. طيب البنات هنا اقصى جهد تقدر تحمله هو 3.3 فولت، بينما الموديول ده بيشتغل على 5 فولت، يعني ممكن يطلع لك هنا 5 فولت وانت موصل هنا مباشرة مع البنات بتاعت النود MCU، فالأقصى جهد بتحمل 3.3، فكده طبعا يحصل مشكلة. فاحنا عاوزين حاجة في النص تنزل 5 لـ 3.3 في حالة ان ببعت داتا من هنا واديها هنا، او
ترفع 3.3 إلى 5 فولت في حالة إن ببعت داتا من هنا أو أديها للناحية التانية. الحاجة دي اسمها Logic Level Converter. الصورة دي لأحد أشكال Logic Level Converter، أنت ممكن تلاقي أشكال منه تانية. ده الشكل اللي معايا اللي أنا بستخدمه، ممكن لو في شكل تاني أنت ممكن تشتغل بيه، المهم هو يكون بيشتغل بنفس الأسلوب اللي أنا هوضحه دلوقتي. لو دخلت على موقع علي اكسبريس وعملت سيرش على لوجيك ليفل كونفرتر هديك اشكال كتير. ده احد الاشكال زي ما قلت اللي انا بشتغل بيه. لو حضرتك موجود في مصر هتلاقيه موجود عند شركة رام، هتلاقيه برضو موجود في شركة فيوتشر الكترونيكس. لو جيت بصيت على الموديول من فوق هتلاقيه مقسوم لجزئين او نصين. النص الفوقاني ده كده بيشتغل مع الجهد العالي، الجهد العالي عندنا في الدائرة اللي هو 5 فولت، والنص التحتاني ده بيشتغل على الجهد المنخفض، يبقى الجهد المنخفض عندنا اللي هو 3.3 فولت. ده عبارة عن ترانزستور، خلي بالك ان راس الترانزستور فوق والسورس والدرين تحت، نفس الوضع هنا. لو جينا بصينا برضو على الموديل هنلاقيه متقسم الى 3 أعمدة بالطول. بص كده على الجزء اللي في النص هلاقي مكتوب عندي هنا جي ان دي، يبقى البن ده اتوصل بالارضي بتاع الدايرة، وهنا نفس الكلام جي ان دي اتوصل مع الارضي بتاع الدايرة، طبعا الارضي بتاع الدايرة واحد. ال اتش في اللي هو هاي فولتج ده هيتوصل مع الخمسة فولت، وال في ده اللو فولتج هيتوصل مع 3.3 فولت. تعال نبص على العمود اللي على الشمال، تي اكس انبوت ده كده الانبوت بتاع الترانسميتر، تي اكس اوتبوت ده الاوت بتاع الترانسميتر. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بحط هنا الداتا اللي هتطلع من الموديول اللي هشتغل على 3.3 فولت، وحط هنا البن اللي هيتوصل على الموديول اللي هيستقبل الداتا ديت اللي بيشتغل على 5 فولت. يبقى بحط هنا السيريال داتا او السيريال كلوك اللي هتطلع من 3.3 فولت اللي هي موجودة عندك على بوردة النود ام سي، وحط هنا البن اللي موجود عندك على الموديول سواء كان السيريال داتا او السيريال كلوك اللي هيستقبل الداتا دي. يبقى لما احط هنا 3.3 هيطلعوا لي هنا 5 فولت. طيب هو انا هوصل البنين مع بعض، يعني السيريال داتا والسيريال كلوك هوصلهم على مدخل واحد؟ لا، احنا هنوصل بن واحد بس على المدخل ده سواء كان السيريال داتا او السيريال كلوك بتوع بوردة النود ام سي. طب والبن التاني هنوصله على التشانل التانية اللي موجودة عندك على الموديول، هتلاقي نفس التركيب ده ونفس التوصيف موجود مرة تانية هنا اهوت على ناحية اليمين. يبقى احط مثلا هنا السيريال كلوك واحط هنا السيريال داتا. طيب هو عامل ليه على التي اكس اي والتي اكس اوت عامل السهم رايح جاي؟ ده عشان يقولك لو انا حطيت هنا 5 فولت هستقبل هنا 3.3 فولت، ولو حطيت هنا 3.3 فولت هستقبل هنا 5 فولت. نفس الوضع هنا، يعني لو حطيت هنا جهد هستقبل هنا جهد، حطيت هنا جهد منخفض هستقبل هنا جهد عالي، ولو حطيت هنا جهد عالي هستقبل هنا جهد منخفض. لو جينا بصينا على البنين التانيين اللي مكتوب عليهم RXI و RXO، دول خاصين بعملية تخفيض الجهد العالي إلى الجهد المنخفض القليل. يعني لو انت حطيت هنا 5 فولت تحصل من هنا على 3.3 فولت، ده باستخدام فولتج ديفايدر عبارة عن مقاومتين بس. طيب
لكن لو انا حطيت هنا 3.3 ما لاقيش هنا 5، عشان كده هو عامل لك السهم في اتجاه واحد. يبقى دلوقتي لو انا عاوز احصل على جهد 3.3 فولت من المدخل ده، احط هنا 5 هيطلع لي هنا 3.3، لكن ما ينفعش احط هنا على المدخل ده 3.3 هيطلع هنا 5، لا ما ينفعش. اشمعنى ده بينفع؟ لان هنا الجانب ده كده اللي عليه السهم الاصفر ده شغال من خلال الترانزستور، بينما الجانب التاني ده المتوقع عليه الار اكس ده شغال من خلال مقسم جهد، ومقسم الجهد تحصل منه على جهد منخفض، لكن ما ينفعش تحصل منه على جهد اعلى. نفس الكلام عندك هنا في الار اكس دي والار، احنا لما نشتغل الدايره بتاعتنا هنستخدم الجانب اللي عليه التي اكس، لان احنا الدايره بتاعتنا عايزه تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه بالنسبه للكلوك اللي طالعه من النود ام سي يو بيبقى الخارج بتاعها 3.3، فانت عاوز ترفعه لخمسه، ففي الحاله دي هنستخدم الجانب بتاع التي اكس لانه هيعدي على الترانزستور، والترانزستور هيرفع لي 3.3 لخمسه. طيب بالنسبه للسيريال داتا برضو دي راحه ما بين ال 3.3 فولت اللي خارجه من النود ام سي يو وراحه للموديول، يبقى انا كده عاوز ارفعها لخمسه، وفي نفس الوقت ممكن يجي من الموديول داتا هيبقى الجهد بتاعها خمسه عاوز انزله ل 3.3، فعشان كده برضو هنستخدم الجزء اللي بيشتغل عن طريق الترانزستور. ده المخطط بتاع الجزء الخاص بالترانزستور اللي بيشتغل على التي اكس او والتي اكس اي. زي ما احنا شايفين فعندك هنا موسفت ترانزستور، الجيت بتاعه رايح لللو فولتج اللي هو المفروض هيبقى عندك 3.3 اللي احنا بندخله على البن ده، وعندك الدرين رايح للهاي فولتج اللي انا موصله عندك على البن ده اللي متوصل على الخمسة فولت، وفي عندك انا مقاومة 10 كيلو ومقاومة 10 كيلو. السورس هو التي اكس عند اللو فولتج، يبقى هو البن اللي متوصل هنا ده اللي بحط عليه 3.3، والدرين متوصل على التي اكس عند الهاي فولتج اللي هو قدامنا ده اللي بتحط هنا 5 فولت. لو انت جيت رسمت المخطط ده على احد برامج السيميوليشن زي المالتي سيم، وحطيت هنا 3.3 فولت وهنا 5 فولت، وجينا حطينا هنا 3.3 فولت وجيت قست الجهد عندك عند النقطة ديت من هنا للأرضي هيطلع 5، ولو عكست لو حطيت هنا الخمسة فولت جيت قست الجهد هنا ما بين النقطة دي والأرضي تلاقي فرق الجهد عندك 3.3 فولت. هتلاقي في فيديو عندي على القناة بتاعتي على اليوتيوب بيشرح التحليل للدايرة دي وازاي بتشتغل لو حبيت تعرف تفاصيل أكتر عنها. هتلاقيه كاتب تحت هنا باي دايركشنال، يعني عملية التحويل بتتم في اتجاهين، يعني أحط هنا جهد أحصل على جهد هنا، لو حطيت هنا جهد احصل على الجهد الاخر في الناحيه الثانيه. يعني باي يعني مزدوج، يعني بشتغل على الاتجاهين. ده المخطط بتاع الجانب الثاني اللي هو الار اكس، عندك فيه هنا فوق مقاومه 10 كيلو ومقاومه 20 كيلو، بدخل هنا الجهد اكتب لك ار اكس هاي فولتج اللي هو الار اكس انبوت، بحط هنا 5 فولت، كتب لك بعد العشرة كيلو عندك هنا ار اكس لو فولتج اللي هو الار اكس اوت. هقولك لما احط هنا 5 بقى هاخد من هنا كام، يبقى باستخدام قانون مقسم الجهد لما احط هنا 5 هيطلع لي حوالي 2/3 عند النقطة دي. طبعا ما ينفعش ان احط هنا مثلا 3.3 وانتظر نطلع جهد هنا، ده كلام غير سليم. فالتحويل هنا بيبقى في اتجاه واحد من الهاي لللو، لكن ما ينفعش احول من اللو للهاي،
عشان كده بيسميه يوني دايركشنال، يعني اتجاه احادي. ده موديول تاني برضو لوجيك ليفل كونفرتر، بس بدل ما بيستخدم 2 ترانزستور و2 مقسم جهد باستخدام المقاومات، بيبقى الاربعة كلهم باستخدام الترانزستور. طبعا ده افضل عشان بيبقى التحويل للاربع مداخل في الاتجاهين. اللي فات كان عندك 2 بس شغالين في اتجاهين و2 شغالين في اتجاه واحد، بينما ده الاربعة كلهم شغالين في الاتجاهين. فطبعا ده لو عرفت تجيبه برضو هيبقى احسن من اللي فات. طبعا هو شغال بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايد اللي فاتت. تعال نشوف بقى ازاي هنوصل المكونات دي مع بعضها. لو انت جيت بصيت على ال سي دي هتلاقي البنات بتاعتها متوصلة مباشرة مع البنات الموجودة على الاي تو سي موديول. خلي بالك من وضع الموديول للبنات بتاعت الباك لايت اللي عليه ناحيه اليمين، او الجامبر بتاع الاضاءه الخلفيه ناحيه اليمين، والبنات بتاع التوصيل ناحيه الشمال. يبقى اول بن على الشمال متوصل مع اول بن على الشمال مع ال LCD. طيب تعال نشوف على بوردته النود ام سي يو. دي واحد هيطلع منه سلك هيخش على تي اكس انبوت، تي اكس اوتبوت هيخش على السيريال كلوك عشان الدي واحد ده بتاع السيريال كلوك. طيب هناخد من الدي اتنين اللي هو بتاع السيريال داتا، هندخله على تي اكس انبوت الاخير. بعد كده تي اكس اوتبوت هدخله على السيريال داتا. بعد كده ده الفي سي سي هوصله بالهاي فولتج. المفروض ان الفي سي سي ده بيبقى متوصل مع الخمسة فولت بتوع الدايرة، يعني الفي سي سي ده هوصله بالهاي فولتج وفي نفس الوقت هيبقى فيه نقطة توصيل هنا بالخمسة فولت بتوع الدايرة. هاخد منها بقى 3.3 فولت اوصلهم على اللو فولتج عشان انا ما عنديش في الدايرة مصدر تغذية 3.3 فولت غير اللي انا هاخده من على البورد بتاعت النود ام سي. جراوند هتوصل بالجراوند او باي جراوند عندك في الدايره، والجراوند ده برضه هيتوصل بالجراوند او باي جراوند عندك في الدايره، لان كل جراوند متوصل بنقطه واحده في الاخر. دي مكونات الجزء الجديد اللي احنا هنضيفه على الدايره اللي كنا عملناها في الفيديو اللي فات. احنا اتفقنا ان احنا هنجيب تيست بورد كبيره عشان نحط عليها كل المكونات اللي احنا هنشتغلها. فاحنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الجاز سنسور، عرفنا المكونات بتاعته وركبناها على الدايره وركبنا معاها باور سبلاي كان بتطلع لنا 5 فولت. المره دي هنزود مكونات الخاصه بال LCD. فهنجيب LCD 2×16 والاي تو سي موديول واللوجيك ليفل كونفرتر. تعال نشوف طريقه التوصيل. احنا هننزل ال LCD في التست بورد، وده البنات بتاعت ال I2C موديول. خلي بالك ان اول بن متوصل مع اول بن، تاني بن مع تاني بن، تالت بن مع تالت بن، وهكذا بنفس الوضع اللي احنا قلناه في السلايد اللي فاتت. عندك البن بتاع الجراوند متوصل بالارض بتاع التست بورد، والفي سي سي متوصل بالخمسة فولت بتاع التست بورد. الصورة ديت تكبير للجزء بتاع الـ I2C موديول. النص الفوقاني ده بتاع اللو فولتج أو الجزء المنخفض الجهد اللي هتغذى بيه 3.3 فولت، والنص التحتاني هو بتاع الـ High فولتج زي ما احنا شايفين هنا كده، ده هتغذى بخمسة فولت. هاجي على الـ D1 اللي موجود على النود MCU مطلع منها سلك اللي هو باللون البني، ده هيخش على الترانسميتر انبوت اللي موجود عندك هنا على الشمال. بعد كده الترانسميتر اوتبوت هاخد منه سلك اللي هو باللون الاصفر واوصله على السيريال كلوك بتاع الموديول. الدي 2 هاخد منه سلك اللي هو باللون الاخضر وادخله هنا على تي اكس انبوت بتاع اللو فولتج
موجود عندك هنا على الموديول، وهاجي على تي اكس اوتبوت هاخد سلك اللي هو باللون البرتقاني اللي هو عندك هنا ده، وأوصله على السيريال داتا بتاع الموديول. هاجي على البن اللي مكتوب عليه 3.3 فولت وأطلع منه سلك اللي هو باللون البرتقاني، وأوصله على اللو فولتج اللي موجود عندك هنا على الموديول. بعد كده البن اللي هو مكتوب عليه هاي فولتج اللي هو دوت هوصله بجهد 5 فولت زي ما موضح عندك هنا في الرسم السلك الأحمر ده. بعد كده عندك هنا الجراوند بالأرضي والجراوند بالأرضي. الصورة دي بتوضح التوصيل العملي للدايرة، ده الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات بتاع السنسور بتاع الغاز. هنضيف عليه الجزء الخاص بالـ LCD. الصورة دي تكبير للموديول، خلي بالك ان الموديول هنا محطوط بالمشقلب، يعني اللو فولتج تحت والهاي فولتج لو، الجيت بتاعة الترانزستور اللي هي دي من تحت. والصورة دي مكبرات بتوضح توصيل الأسلاك ما بين الموديول وما بين النود MCU. الصورة التانية برضو توضيح لتوصيل الأسلاك ما بين اللوجيك ليفل كونفرتر وما بين الاي سي موديول. عشان نشتغل مع شاشة ال LCD من خلال الاي 2 سي هنحتاج لايبراري. في اكتر من لايبراري، احنا نروح ننزل اللايبراري اللي موجودة على الرابط اللي قدامنا ده، دي اللايبراري اللي احنا هنشتغل بيها. هنعمل لها داونلود، هتبقى مضغوطة ونضمنها في الاي دي بتاع الاردوينو زي ما عرفنا في اول الكورس. طبعا بعمل داونلود من خلال البطن اللي قدامنا ده. دلوقتي احنا هنعرف ازاي نستخدم المكتبة اللي احنا نزلناها ونطبع كلمة هلو ورلد على الشاشة. بعد ما بتنزل المكتبة داخل بيئة الاردوينو هنروح نكتب الكود اللي قدامنا ده. اول حاجة بضمن المكتبة بتاعت الواير، بقول له include wire.h. المكتبة ديت انا مش بنزلها، دي موجودة ضمن بيئة الاردوينو اي دي. تاني حاجة بقول له include liquid crystal underscore i2c.h. دي المكتبة اللي احنا نزلناها وركبناها على الاردوينو. بعد كده اروح اعرف متغير او object، الاوبجكت ده انا مسميه lcd، طيب بتاعه هيبقى liquid crystal underscore i2c. وخلي بالك من السبيلنج بتاع الطيب. طيب ده عبارة عن كلاس موجود داخل المكتبة اللي احنا نزلناها وركبناها. بعد كده بفتح قوس اكتب العنوان او الادرس بتاع i2c موديول. زي ما قلت لك ان في كود هنشغله في الاول هنعرف منه الادرس بتاع الموديول، فهو طلع عندي كان 0x3f، ده الادرس بالهكساديسم. بعد كده بعمل فاصلة واكتب عدد الكاركتر او الاعمدة بتاعة الشاشة، هما 16 عمود. بعد كده عدد الصفوف او السطور، هما سطرين، يبقى 16 بعد كده 2. بعد كده هنجي في دالة السيتاب ونعمل initialization للمكتبة اللي احنا هنشتغل بيها، فبقول له lcd.init. كده يبدأ عمل المكتبة والاتصال ب lcd. بعد كده بديله أمر بقول له lcd.backlight. الأمر ده الغرض منه إن هو بينور الخلفية بتاعة الشاشة، وهو ده الديفولت بتاع المكتبة، يعني المفروض لو أنت حتى ما كتبتوش الخلفية هتبقى منورة. بعد كده هنمسح أي حاجة موجودة على الشاشة، فأقول له lcd.clear، يبقى كده يمسح لي أي حاجة موجودة على الشاشة، ويخلي لي مؤشر الكتابة يروح عند السطر الأولاني العمود الأولاني، يعني عند نقطة 0 0. دلوقتي عاوزين نطبع رسالة على الشاشة، فبستخدم lcd.print. طبعا ال lcd اللي أنا كاتبها دي ده الأوبجكت اللي أنا كنت كاتبه هنا اللي أنا معرفه. أول ما بعرف الأوبجكت وأديله التايب ده ببدأ أستخدم الأوامر اللي موجودة داخل المكتبة،
فبقول له lcd.print، print يعني اطبع لي اللي ما بين البارامتر اللي موجود عندك ما بين الاقواس. فاحنا بنطبع هنا رسائل نصية، فبقول له افتح علامة تنصيص مزدوجة، اكتب لي الجملة انا عاوز اطبعها، بعد كده بقفل بعلامة تنصيص مزدوجة. خلاص الجملة اتطبعت، اللوب ما بكتبش فيه حاجة وبسيبه فاضي. بعد كده بعمل ابلود للكود، وبعد كده اروح اشوف التنفيذ بتاع الكود على الدايرة. ده شكل تنفيذ الكود. هلاقي جاء على السطر الاولاني العمود الاولاني وكتب الجملة اللي انا كنت بعتها هالو وورلد. دلوقتي احنا عايزين نتحكم في مكان عرض الرسالة على الشاشة. احنا بعد ما عملنا كلير رحنا عملنا برنت على طول، فطلع عند العمود الاول السطر الاولاني. طب احنا عايزين نعرض في مكان تاني، فهستخدم الامر اسمه set cursor، فبقول له lcd.setcursor وافتح قوس، اكتب رقم العمود اللي عاوز ابدا عليه العرض. فانا كاتب هنا العمود 3. العمود 3 ده خلي بالك انا ببدا العرض من الرقم 0، يعني يعتبر ده العمود الرابع. طيب والسطر 1، السطر 1 ده اللي هو السطر الثاني، لان برضو ببدا العرض في سطور من الرقم 0. فانا عندي سطرين، يبقى 0 و1، يبقى الواحد ده هو السطر الثاني. يبقى كده حطيت مؤشر الكتاب عند العمود الرابع والسطر الثاني. بعد كده على طول بروح اقول له برنت. يبقى لما احب اطبع هاجي قبل امر الطباعه واحدد المكان اللي عاوز اطبع فيه، بعد كده اقول له lcd.print واطبع الجمله. كلير دي بتمسح لي الشاشه خالص من كل اللي موجود عليها. طبعا اللوب هنا مش هنكتب حاجه تتنفذ، فهنسيب اللوب فاضي، وبرضه انزل الكود واروح اشوف النتيجه بتاعتي عندي على الشاشه. اجي اشوف هنا هلاقي هالو وورلد اتطبعت على الصف الثاني والعمود الرابع، على كده العمود الاولاني الثاني الثالث الرابع، واتنفذت الجمله. لو حبيت اكتب على الشاشه كاركتر مش موجود عندي على الكيبورد، فده هيتم من خلال الامر اسمه create char او create character. اي كاركتر بيتكتب على ال LCD بيبقى من خلال مصفوفة من النقط. فاحنا لما نحب نشكل كاركتر ونبعته لل LCD هنعمل مصفوفة. المصفوفة دي هتبقى 5 أعمدة في 8 صفوف، كل مربع من الجدول اللي قدامي ده بيمثل بيكسل على الشاشة. الكاركتر اللي انا عاوز اشكله باجي في اماكن التشكيل بتاعته واحطه حايد، واللي مش هترسم فيه حاجة البيكسلز الفاضية اللي مش هترسم فيها حاجة في الكاركتر حط مكانها صفار، بحيث ان الصفار دي هي الخلفية بتاعت الشاشة، بينما الوحايد دي هي الكاركتر اللي انا عايز ارسمه. بعد كده هاجي في الكود واعمل مصفوفة. المصفوفة ديت الطيب بتاعها يبقى بايت. نعطي المصفوفة هنا اسم، ممكن تديها اسم انت عايز، انا مسميه هنا لوجو. اهم حاجة ان الطيب بتاعها بايت. اقوله بيساوي وابدأ احط في المصفوفة دي القيم بتاعت الجدول اللي قدامي. هنحط قيم ثنائية، فالقيم الثنائية ما باجي اكتبها بكتب اول حاجة حرف البي، بعد كده احط بقى الصفار والوحايد بتاعه كل صف. فاحنا عندنا الصف الاول كله صفار، فيبقى بي وعدد الصفار اللي موجود اللي هم 5. بعد كده اعمل قمع، هاخد الصف الثاني 01001، يبقى بي 01001 وهكذا لغايه ما اخلص الكاركتر كله. بعد كده اروح قافل القوس وعلامه السيميكولون. تعال بقى نشوف من خلال الكود ازاي هرسم انا الكاركتر ده على شاشة ال LCD. طبعا كل مرة هنستخدم فيها الشاشة يبقى هنضم المكتبتين دول الواير والليكويد كريستال I2C. بعد كده هنكتب المصفوفة اللي بتحتوي على الكاركتر بايت، الاسم بتاعها وليكن فيس لانه الكاركتر على شكل وجه. بعد كده ببدأ اخزن اكتب الداتا بتاعت الكاركتر. بعد كده هننزل نقول له نعرف اوبجكت اللي هو ال LCD اللي كنا كتبناه في الكود اللي فات والتايب بتاعه.
والعنوان بتاع الموديول وعدد الكاركتر وعدد السطور. هاجي في سيت اب هقول له lcd.init، بعمل initialization للمكتبه بتاعت الليكويد كريستال. بعد كده بقول له lcd backlight، بتاكد ان الخلفيه بتاعت الشاشه تم اضاءتها. نيجي بقى للجزء الخاص بالكاركتر، بقول له lcd.createChar واكتب رقم الكاركتر اللي انا بعمله، ده يعتبر اول كاركتر انا عامله فبيبدأ من الرقم 0. طيب لو عامل كاركتر كمان يبقى الرقم بتاعه هيبقى 1، بقول له برضو lcd createCharacter، بس المرة ده هيبقى بدل ما يبقى 0 هيبقى 1 لو عامل اكتر من كاركتر عامل 2. فده اول كاركتر انا عامله، فاقول له lcd.createChar 0. بعد كده بقول له اسم المصفوفة اللي بتحتوي على الكاركتر، انا مسمي المصفوفة هنا فيس، فروحت كتبت على طول ايه كلمة فيس. طيب يبقى كده عمل خلاص، خلى الكاركتر. بعد كده بقى بقول له روح امسح اي حاجة موجودة على الشاشة، بقول له set cursor، شوف انا عاوز احط الكاركتر فين، عاوز احطه عند السطر، عند العمود الثاني للسطر الاولاني. العمود الثاني احنا قلنا بنبدأ العد من زيرو، يبقى 1 يبقى ده العمود الثاني، السطر الاولاني لان بادئ هنا من زيرو. طيب انا عاوز اخرج الكاركتر على ال LCD، مش هقول له برنت، ما هطلعها بالامر ايه، هطلعها بالامر رايت. يبقى اقول له LCD.write، يبقى رايت ده بيستخدم عشان ارسم الكاركتر على شاشة ال LCD. طيب بين قوسين بحط الرقم بتاع الكاركتر اللي انا كنت كاتبه هنا، هو هنا زيرو يبقى بحط هنا زيرو. كده احنا رسمنا الشاشة الوجه خلاص على الشاشة. لو حابب اكتب معاه كمان جملة او كلمة فانا هستخدم الامر برنت، بقول له lcd set cursor، اشوف انا عاوز اكتب الجملة فين، العمود الرابع زي ما كنا عاملين في الكود اللي فات، السطر التاني، اقول له lcd print، هلو ورد. اللوب مش هيبقى فيها حاجة، تعال ننفذ الكود ده ونشوف شكله على الشاشة هيبقى عامل ازاي. ده الشكل بتاع تنفيذ الكود، كتب الجملة على السطر التاني زي الكود اللي فات، ورسم لك الكاركتر فوق على العمود الثاني السطر الاول. طبعا النقط الظاهره باللون الابيض دي الوحايد اللي احنا كنا عاملينها في المصفوفه، بقيه الكاركتر الخلفيه بتاعته مطفيه عشان كنا عاملينها اصفار. طبعا بالطريقه دي انت ممكن تشكل اي كاركتر عندك. شكرا جزيلا.